انا اخويا مشينا تشي نسير مشينا تشي نسير قال لي الدراري دار لي تسمومات في الماكلة وكنمشي نطلع على وليدي كيزرعو عليا بالحجر كيزرعو عليا بالحجر درت محاولة كنمشي تماك وكي نمشي عندهم كنت مخلي عندهم واحد استغلال وكلشي ديال الدار جمعت لي حالة مدنية وراقة وكلشي وكنمشي عندها كنقول ليها فلانة يلاه لنهارك قالت لك سير دخل الضو ودير الماء غير نمشي تماك ولا سير بيها انا كنمشي وتشرت على ولادي ها ورقة استغلال هاهي فين هاهي تم ورقة استغلال حاطها معايا في قلت لك سير بيها مشا دارت بيا شيكاية دارت طاق الشيقة ودارت بيا ما عادش حمل سفرتك ودايما معدي عليا هي الدم ديالي ولادي ضربت عليهم تمارة في أكادير في الجبال ما خليت فين مشيت كنت داير كروسة حمار هنا درت التيزان مع الباشا باش مابقاش الدور في الفيلاج والسيدة قالت لك بيع الدار وسير سكني جي تكون معنا في الدار عندنا خلاتني سمكات سمكرتني طبت ليا بكلشي تجمعو ديال الدار وخلاتني انا اوبان دايره معايا شحال من شهادة سيدي وكنمشي للسبيطار مكيداوونيش السبيطار كنمشي باش نداوى كيعطيوني وراق كيقولي سير السطاس وانا معديش نكمل الشهادة الأولى باش كنسير السطاس معديش الثانية معديش باش نسير الدوخ معديش وهاد السيدة هادي حرمتني من ولادي وعندي جوج واحد عنده 17 عام وهي 18 عام وهي هادي 18 عام وهي هادي وقالت لي ولادي بكواك صح قلت لك والو سير بيع الدار وجي عندي هنا جي كنمشي عند خواتها 8 كلهم كيوعدونا بحدا وخارج عليها وحده اختها خارج عليها خدامه في القهوه قالت لي جي خدمي في القهوه كنمشي عندها القهوه كنقول لها عطيني ولادي سير للدار الدار كيوعدوني بحدا. Thank you.